فرقة مياس اللبنانية بتتكون من نساء لبنانيات بيمتلكوا مهارات عالية بالرقص. الفرقة بتخضع لتدريب دائم ومستمر من مدة طويلة حتى صارت اليوم واحدة من أشهر وأحسن الفرق بالعالم. ومع هالقوة اللي بتتميز فيها الفرقة أكدت بأنه الهدف منها هو إثبات للعالم بأنه المرأة العربية بتقدر تصنع المستحيل. مياس هو الفريق اللبناني اللي فاز ببرنامج اكتشاف المواهب العربي Arabs Got Talent سنة 2019. جائزة البرنامج للفريق كانت عبارة عن 200 ألف ريال سعودي وسيارة شيفرولي. مدرب الفريق اللبناني اسمه نديم شرفان. فريق مياس من بعد المشاركة والفوز بالبرنامج العربي راح وشارك بالنسخة البريطانية Britain's Got Talent اللي ضم مشاركين من جميع الجنسيات المشاركة ببرنامج God Talents على مستوى العالم. قدم الفريق استعراض رائس على أنغام أغنية أنت عمري للراحلة أم كلثوم واللي لحنها محمد عبد الوهاب، إلا أنه لم يوفق في الصعود للنهائيات. ومن بعد هالمشاركة قدر الفريق أنه يوصل لمسرح America's God Talents حيث قدم عرض مبهر سحر الحكام والجمهور اللي صفق بحرارة كبيرة للفرقة. مياس قدرت تحصل على الباز الذهبي من صوفيا فيرغارا أحد أعضاء لجنة التحكيم، وبذلك تأهل الفريق للعروض النهائية المباشرة. الفريق حالياً عم بينافس عن النهائيات ببرنامج America's Got Talent، فهل بيقدر يخطف الفوز بهالبرنامج كمان؟ جدير ذكره أنه اسم الفريق مياس أصله عربي وهو يطلق على الذكور والإناث أيضاً بإضافة التاء المربوطة فيصبح مياسة وبيعني متمايل أو متبختر. ومين فينا ما بيتذكر أغنية قدك المياس واللي معناها خصرك المتمايل، ويقال الأسد المياس أي الذي يمشي بتبختر وغرور.